يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري واللفظ للترمذي: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لو كان لابن آدم واديان من ذهب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري أيضا قال: قلب الكبير كبير إلا في اثنتين فإنه شاب. قال حتى العجوز عجوز، لكن في حاجتين قلبه ما بيبقى عجوز أصلا. قال: في حب الدنيا وطول الأمل. مش عجوز كان جه السير كفن يقول لك الله باركت فيك ده تقتلني يا أخي، كان جاب لك الكفن ده تبوت انت مالك ما تبوت انت قاعد أحد انت، والله حاجة غريبة. كبير يقول لك تقتلني، وكبير يقول لك سوي كده واعمل كده وسوي كده. يا زول ليمتين الرسول لم دقر الناس جناية. قال عليه الصلاة والسلام: الكبير ده كبير وعجوز إلا في حاجتين، في حب الدنيا يبقى عجوز، وفي طول الأمل لا يريد الموت، يريد أن يحيا وأن يخلد. وقال عليه الصلاة والسلام موصيا عبد الله بن عمر، والحديث أيضا في البخاري: كن في الدنيا كأنك غريب، غريب أو عابر سبيل. عيش في المؤمن يعيش في الدنيا كأنه غريب أو كأنه عابر سبيل. بالله يا هذا حالنا. إني لو تحدثت عن صور تعلق الناس بالدنيا أذكرها في أربعة صور. الصورة الأولى: قطيعة الأرحام وكثرة العقوق لأجل التنافس في الدنيا. أليس هذا موجود بين الناس؟ الميراث، الميراث ماذا يقول له محكمة؟ الميراث ربنا قسمه، قال الولد عنده كده والبنت عندها كده والأب عنده كده كان حي والأم عندها كده والزوجة عندها كده والأخ عنده كده. بعد نمشي المحاكم ليه؟ لأنه بتلقى في طرف مسك الميراث بتاع أبوه وما دار يرد أخوانه أو بالذات أخواته لحد ما أتم محتاجة، لحد ما يروى في المحاكم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تخرج الأرض كل شيء حتى الذهب يلقى على باطن الأرض، فيقول ابن آدم: لأجل هذا قطعت رحمي، لأجل المال قطعت الأرحام وتشاجر الأخوان واختلف الشقيقان. من صور التعلق بالدنيا البيع والشراء عند المقابر، مقبرة عديل، مقبرة موت، الجزء جنب الزلط ده يعملوا دكاكين. وقال السلف: إذا رأيت أسواق الناس ومتاجرهم وبيعهم وشراهم في المقابر فاعلم بأن قلوبهم قد ماتت. والدليل على ذلك أن قلوبهم ماتت، خلي البيع والشراء جوا المقابر، الموبايلات شغالة والصفقات شغالة وتلقون قاعدين كيمان كيمان والناس بتفنوا كيمان كيمان وكل توقف فيما بعض بتونسوا. يا أخي هل هذا حال من يخاف الله؟ ثالثا، من أكبر مظاهر التعلق بالدنيا في عصرنا هذا عدم تحري الحلال والحرام في المطاعم والأشربة، والحرص والكلب على الدنيا والنهم والطمع وانتشار الأنانية والفردية الطاغية وحب النفس. كل هذا تفشى في عصرنا، فصار كل إنسان يقول نفسي ولا يبالي بالآخرين، غرضه أن يغنى هو ولا ينظر إلى الآخرين، غرضه أن يحيا هو ولا يبالي بغيره من أهل الإسلام ماتوا أو غيرهم. وإن أيضا من مظاهر وإن من صور التعلق الشديد بالدنيا التركيز على القشور في أمر الدنيا، التركيز على القشور، زينة وبهية. مش معنى الناس ما يعملوا، ومش معنى يا إخواننا الناس ما يكون لهم حظ من الدنيا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. أي إنسان عنده نصيب من الدنيا وأتم بقية الآية وأحسن كما أحسن الله إليه ولم يبق الفساد في الأرض. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، بل الدنيا لا قيمة لها إلا إذا كانت في أيدي المؤمنين الذين يسلطونها في الحق. والإسلام لا يمنع من أن تمتلك الدنيا، لكنه يمنع من أن تمتلكك الدنيا. أما الذي يمتلك الدنيا ما في مانع، العربية في إيدك والقروش في إيدك، في إيدك، بس كان دخلت قلبك حقك راح.